الابن والروح القدس الاله الواحد امين. نعمه ربنا يسوع المسيح ومحبه الله وشركه الروح القدس معكم جميعا. ايها الاخوه والاخوات، نفرح اليوم لان امنا السماويه تكللت بعد حياه صعبه على الارض، تكللت بالمجد في السماء، وهذا ايضا مصير كل من يسير على خطى الإنجيل. نصلي في هذا القداس عن نياتكم جميعا، وخصوصا نذكر راهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر وأختنا شعاع التي اختارت اسم تيريزا للتكرس ضمن هذه الرهبنة. نصلي عن نيتها ونية ذويها المشاركين والذين يقدمونها إلى التكرس. لنندم الآن على خطايانا فنكون أهلا للاشتراك في هذه الأسرار المقدسة. أنا أعترف لله القادر على كل شيء، أيها الإخوة، إني خطئت كثيرا بالفكر والقول والفعل والإهمال. خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة، خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب إلى القديسة مريم الدائمة البتولية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا لأجلي إلى الرب إلهنا. رحمنا الرب القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية. صلي. أيها الإله الأزلي القدير، يا من نقلت مريم البتولة الطاهرة جسدا ونفسا إلى المجد السماوي، اجعلنا نصبو
إلى الأمور التي في العلا، فنكون أهلاً لمشاركة البتول ذلك المجد للأبد. بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك، معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى، قراءة من رؤيا القديس يوحنا. انفتح هيكل الله في السماء، فبدت قبة عهده في هيكله، ثم ظهرت آية بينة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من ألم المخاض. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أشقر له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وذنبه يجر 3 كواكب السماء، فألقاها إلى الأرض. ووقف التنين قبالة المرأة الماخض ليبتلع ولدها حين تضعه، فوضعت ابنا ولدا ذكرا، وهو الذي يرعى الأمم بعصا من حديد. ورفع الولد إلى حضرة الله إلى عرشه، وهربت المرأة إلى البرية حيث أعد الله لها ملجأ. ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول: اليوم تم النصر والقدرة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه. كلام الرب. وقفت الملكة عن يمينك، إن بنات الملوك من بين مكرماتك، والملكة وقفت وعليها ذهب أوفيرا عن يمينك. وقفت. اسمعي يا بنت وانظري، وأرهفي أذنك، انسي قومك وبيت أبيك. فيصبو المليك إلى حسنك، إنه مولاك وله تسجدين. يقدمنا بفرح وابتهاج، ويدخلنا قصر المليك في ثياب موشاة تزف إلى المليك، والعذارى وصفاتها في إثرها يقدمنا بين يديك. القراءة الثانية، قراءة من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. أيها الإخوة، إن المسيح قد قام من بين الأموات، وهو بكر الذين ماتوا، فقد أتى الموت عن يد إنسان، وعن يد إنسان تكون قيامة الأموات. وكما يموت جميع الناس في آدم، فكذلك سيحيون في المسيح، كل واحد ورتبته. فالمسيح أولاً لأنه البكر، ومن بعده الذين يكونون خاصة المسيح عند مجيئه، ثم يكون المنتهى حيث يسلم الملك إلى الله الآب بعد أن يبيد كل رئاسة وسلطان وقوة. فلا بد له أن يملك حتى يضع جميع أعدائه تحت قدميه، والموت آخر عدو يبيده لأنه جعل كل شيء تحت قدميه. كلام الرب. نقلت مريم إلى السماء فليبتهج جوق الملائكة. الرب معكم.
شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيل الباشي. وفي تلك الأيام قامت مريم فمضت مسرعة إلى الجبل إلى مدينة في يهوذا، ودخلت بيت زكريا فسلمت على إليصابات. فلما سمعت إليصابات سلام مريم ارتكض الجنين في بطنها وامتلأت من الروح القدس فهتفت بأعلى صوتها: مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك، من أين لي أن تأتيني أم ربي؟ فما إن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني، فطوبى لمن آمنت فسيتم ما بلغها من عند الرب. فقالت مريم: تعظم الرب نفسي وتبتهج روحي بالله مخلصي، لأنه نظر إلى أمته المتواضعة. سوف تهنئني بعد اليوم جميع الأجيال، لأن القدير صنع إلي أمورا عظيمة. قدوس اسمه، ورحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. كشف عن شدة ساعده فشتت المتكبرين في قلوبهم، خلع الأقوياء عن العروش ورفع الوضعاء، أشبع الجياع من الخيرات والأغنياء صرافهم فارغين، نصر عبده إسرائيل ذاكرا كما قال لآبائنا رحمته لإبراهيم وذريته للأبد. وقامت مريم عند إليصابات نحو 3 أشهر، ثم عادت إلى بيتها. حقا والأمان لجميعكم كلام الرب. أيتها الإبنة المحبوبة، ماذا تطلبين من الله ومن الكنيسة المقدسة؟ أطلب بسم الله والعذراء القديسة مريم وأبينا القديس فرانسيس قبول نذور الرهبانية المؤقتة في مؤسسة الراهبات الفرانسيسكانيات مرسلات قلب مريم الطاهر، لكي أتجدد في حياة التوبة بحفظ الطاعة والفقر الاختياري والعفة المقدسة، لكي أخدم الله والقريبة في كنيسته المقدسة بأمانة وإخلاص. من اليوم بعد نذورك تدعين سور تيريزا، سور ماريا تيريزا. الإخوة الكهنة، الأم الرئيسة الإقليمية،
الراهبات الفاضلات، أيها الإخوة المؤمنون، تدعونا الكنيسة اليوم إلى الفرح من خلال الكلمات المأخوذة من صلاة الساعات، حيث صلينا هذا الصباح: فليفرح المؤمنون جميعاً وليسبحوا الرب، لأن مريم البتول رفعت إلى السماء فوق أجواق الملائكة. وفرحنا اليوم مضاعف، فرح عيد الانتقال وفرح إبراز النذور لأخت ستنتمي إلى الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر. نفرح أولاً لأن أمنا مريم العذراء بعد حياة طافحة بالنعمة ومليئة بطاعة الله ومحبة القريب ماتت ودفنت، ثم غادر جسدها القبر وانتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، وهي الآن ملكة ظافرة ومكرمة وشفيعة قوية لنا. مريم الآن في المجد وتتمتع بسعادة دائمة لا يشوبها شائب ولا يعكر صفوها أي معكر، وما هي عليه الآن من المجد سيكون نصيبنا إذا سرنا في نهجها، وهو نهج الإنجيل. وهذا ما أشار إليه القديس بولس في القراءة الثانية: كما يموت جميع الناس في آدم فكذلك سيحيون في المسيح، كل واحد ورتبته، المسيح أولاً لأنه البكر، ومن بعده الذين سيكونون خاصة المسيح عند مجيئه. وأول شخص نال هذا المجد، مجد القيامة، كانت أم المسيح. مريم البتول الظافرة تقول لنا إن الحياة التي نعيشها هي لحظة قصيرة أمام الأبدية السعيدة، وما هذه الحياة سوى لمحة بصر كافية لنحضر أوراقنا ومستنداتنا وإجاباتنا على أسئلة الديان العادل الرحيم قبل أن نعبر إلى الشاطئ الآخر. عيد الانتقال هو تذكير لنا بالحياة الأخرى، هو إشارة مرور نراها ونحن في طريق وادي الدموع، إشارة مرور تذكرنا وتحذرنا بأن الأهم هو أن نواصل السير بالاتجاه الصحيح، وأن نتمطأ إلى الأمام بدون خوف وبرجاء غير متزعزع باتجاه الحياة السعيدة. كثيرون من سكان الأرض قصيروا النظر لأنهم يتلهون بمتع الحاضر وأفراح الحاضر، فينظرون فقط إلى الغنى والجمال البشري والراحة والسلطة والمجد الفاني، ويتجاهلون الأهم والأثبت. قصر النظر هو التطلع إلى العالم الذي يزول وعدم الاكتراث بالعالم الذي لا يزول. وأمام الأبدية ينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام وإلى ثلاثة مواقف متباينة. القسم الأول من الناس لا يؤمن بالحياة الأبدية، ويعتبر أن السعادة هي فقط ما نحصل عليه على الأرض، وتقول الفلسفة المادية: أيها الإنسان، تمتع باللحظة الحاضرة قبل أن تفوتك الفرصة، لأن ما يذهب لا يعود. والقسم الثاني من الناس يؤمن نظرياً بالحياة الأخرى، ولكنه يعيش بشكل معاكس لما يؤمن به، عيشهم يناقض إيمانهم. كم من المؤمنين
ينقضون على الحياة وكأن لا شيء ينتظرهم لاحقاً. هؤلاء يتأثرون بشكل سطحي عندما يسمعون عظة أو لدى فراق عزيز، ثم يعودون بعد فترة وجيزة إلى النمط السابق، وشيء قليل يفرق بينهم وبين القسم الآخر الذي لا يؤمن. أما الفئة الثالثة فهي فئة الذين يؤمنون ويعيشون وفقاً لما يؤمنون ويبشرون، ويبشرون وفقاً لما يؤمنون ويعيشون. هؤلاء يعلمون أن اللحظة الحاضرة التي نعيشها في حضرة الله ونملأها بأعمال الخير وبتضحية هي اللحظة التي نكسبها، وأن ألام هذا الدهر لا تعادل المجد الذي سيتجلى فينا. ومن المنادين ومن أصحاب الموقف الثالث هم المكرسون والمكرسات. اختاروا نمط حياة يذكر الناس بالحياة الأخرى. الثوب الذي يلبسه المكرسون والذي ستلبسه أختنا شعاع يشير إلى التكريس، كذلك غطاء الرأس للراهبات. والنذور الثلاثة الفقر والعفة والطاعة هي زهد بالغنى والزواج والاستقلالية الزائفة بهدف الملكوت الذي يسعى إليه هؤلاء المكرسون. فالهدف من إبراز النذور هو كي تعيش المكرسة حياة المحبة الخالصة في خدمة الله وكنيسته المقدسة. نعم، التكرس لا يلغي الحب، وإنما يضعه في مرتبة أعلى بحيث يصبح حباً لله غير منقسم وحباً للقريب في سبيل الله. أيها الإخوة والأخوات، الرتبة التي نشارك فيها مؤثرة جداً، فبعد قليل سيطرح المحتفل على المترشحة للحياة الرهبانية هذا السؤال: هل ترغبين في الحياة البتولية لأجل ملكوت السماوات واعتناق الفقر الاختياري وتقديم عطية طاعتك لله لاتباع المسيح عن طريق المشورات الإنجيلية؟ وستجيب المبتدئة: نعم أريد. وسيعقب المحتفل: قواك الله القدير بنعمته. نعم، لأن التكرس وعيش التكرس غير ممكن بقوانا الشخصية، هو ممكن فقط بنعمة الله ومن خلال الثقة برحمته. إخوتي وأخواتي، كانت مريم إنسانة واقعية وملتزمة، أقدامها على الأرض وعيناها شاخصة إلى السماء. كذلك كل مكرسة هي مثل مريم، قدماها على الأرض تعمل لبناء مدينة الأرض، ولكن عينيها شاخصتان إلى مدينة السماء. فمن مريم العذراء أمنا ومن المكرسات والمكرسين نتعلم ما هو أساسي وما هو غير أساسي. أيها الإخوة والأخوات، نطلب شفاعة مريم الظافرة لكم جميعاً، فهي الآن في السماء شفيعة قديرة بينما عيناها شاخصتان إلينا. فلتشفع لكم جميعاً، ولا سيما لراهبات الفرنسيسكانيات لقرن مريم الطاهر ولأختنا تيريزا التي ستلتزم بالنذور. مبروك لها وللرهبنة ولكم جميعاً، وكل عام وأنتم بخير. وقوف إذا سمحنا. أيتها الأخت تيريزا، أنت تكرست لله بالعماد، فهل ترغبين في الاتحاد به جذرياً بواسطة النذور الرهبانية؟ نعم أريد. هل ترغبين في الحياة البتولية لأجل ملكوت السماوات
واعتناق الفقر الاختياري وتقديم عطية طاعتك لله لاتباع المسيح عن طريق المشورات الإنجيلية. نعم أريد. قواك الله القدير بنعمته. آمين. آمين. لنصلي. انظر اللهم إلى ابنتك التي ترغب اليوم بنظورها أمام الكنيسة تكريس ذاتها باتباع المشورات الإنجيلية. اجعل من حياتها أداة لتمجيد اسمك وخلاص العالم بالمسيح يسوع ربنا. آمين. أنا الأخت ماريا تريزا، أمامك أيتها الأخت إيلين فرح الرئيسة الإقليمية. أنذر وأعد الله القدير إكراماً للطوباوية مريم العذراء ولأبينا القديس فرانسيس والطوباوية الأم كاترينا تورياني وجميع القديسين أن أحيا لمدة عام في الطاعة والفقر والعفة حسب قانون وحياة إخوة وأخوات الرهبانية الثالثة النظامية للقديس فرانسيس وتشريعات أسرة الراهبات الفرنسيسكانيات مرسلات قلب مريم الطاهر. أهب ذاتي من كل قلبي لهذه الأسرة الفرنسيسكانية لأحيا في المحبة الكاملة بنعمة الروح القدس ومعونة القديسة مريم البتول وأعيش حسب طريقة الحياة الإنجيلية لخدمة الله والكنيسة. وإذا حفظت على هذا أعدك بالحياة الأبدية من قبل الله القادر على كل شيء باسم الآب والابن والروح القدس. أيتها الإبنة المباركة اقبلي الثوب الرهباني علامة تكريسك أمام الله والجميع واحفظي في قلبك الأمانة للرب. آمين. اقبلي أيتها الإبنة المباركة الطرحة المقدسة غطاء الرأس لتكريسك الخاص لله وتخليك عن أباطيل العالم. عيشي أمينة في الكنيسة كعروس للمسيح. آمين.
أيتها الأخت تريزا، اقبلي قانون هذه الأسرة الفرنسيسكانية لكي تصلي إلى المحبة الكاملة إذا عشت على مقتضاه بأمانة. آمين. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، فيما نحتفل بعيد انتقال أمنا السماوية إلى السماء بالنفس والجسد، وفيما نحتفل أيضاً برتبة إبراز النذور المؤقتة، لنبتهل الله الآب القادر على كل شيء الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد، كي يفيض علينا وعلى كنيسته وعلى هذه الرهبنة مراحمه ونعمه السماوية. أجل أن يدرك المسيحيون اليوم مثل ما أدركوا بالأمس مكانة السيدة العذراء أمة الرب ومقامها الرفيع عند الله. إلى ربنا. إلى الرب نطلب. بتحضر الهيكل. من أجل أن نتعلم من السيدة العذراء كيف نحتمل من أجل المسيح مصائب الدهر وهموم الحياة أشداء برجاء القيامة، إلى الرب نطلب. أطلب استجب يا رب. من أجل أسرتنا الرهبانية التي وهبها الله لنا لكي يمنحنا نعمة القداسة وتكون شهادة حية لحبه غير المحدود، إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل الأخت تريزا التي قدمت ذاتها اليوم لعريسها يسوع أن يمنحها نعمة الثبات
والمواصلة النمو في المحبة الكاملة على الدوام. إلى الرب نطلب استجب يا رب. من أجل أسرة الأخت تيريزا كي يباركها الله ويمنحها السعادة والصحة والنجاح طوال حياتها. إلى الرب نطلب استجب يا من أجل كل شابة وشابة يبحثون عن دعوة الرب لكي يساعدهم المسيح بنعمته ليصبحوا حجارة حية بفضل استنادهم على المسيح الحجر الحي الحقيقي ملبين النداء. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك لكي ننال حقا ما طلبناه واثقين بالمسيح ربنا. آمين.
صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. لتصعد إليك يا رب السماوات والأرض تقدمة خدمتنا، وبشفاعة مريم البتول المنتقلة إلى السماء أضرم بنار محبتك قلوبنا فترنو إليك على الدوام بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. فإن البتولة والدة الإله قد رفعت اليوم إلى مجد السماء، وغدت فجر الكنيسة المنتصرة في العلياء وصورتها الكاملة، وعنوان رجاء للمؤمنين وتعزية لهم في مسيرتهم على مسالك الأرض. فإن لم تسمح للبتول بأن تختبر فساد القبور، تلك البتول التي حملت ابنك المتجسد وولدت بنوع يجل عن الوصف مبدع حياتنا، وإننا مع جوقات الملائكة لك يا رب نسبح في فرح وسرور قائلين: إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه لآلامي طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. ذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، شربنا هذه الكأس نخبر بموتك
لذلك فيما نحيي ذكرى موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين، نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتصرة في المسكونة كلها، وبلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس ومدبرنا بيير باتيستا وأسقفنا ويليام وسائر الإكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي. وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف خطيبها العفيف، ومع رسل الأطهار وجميع القديسين، وأبينا المغبوط القديس فرانسيس والقديسة كيارا والطوباوية مادري كاترينا تروياني، الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. بالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. إننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، من جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقدرة والمجد. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام أستودعكم سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوله الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. تبادلوا سلام المسيح.
هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. Thank you.
أي كلمة زيادة أو إضافة بعد هذا الاحتفال؟ ما بعتقد بتضيف شيء جديد، ولكن لن أستطع ألا أتحدث كلمتين. يسمح لي سيادة المطران، أرفع شكري أولاً لله تعالى مع العذراء مريم العظمة اسم الرب. نعظم نحن أيضاً اسم الرب ونشكره على نعمه وعطاياه اللي دائماً بيسبقها علينا في كل أيام حياتنا. نشكره على عطية أختنا تيريزا، نشكر أسرة الأخت تيريزا اللي بسخاء أعطت ابنتها. طبعاً الرب نادى وهي تجاوبت. لا أخفي عليكم، يجب أن أشكر سيادة المطران جزيل الاحترام على سخائه عطائه واستعداده الدائم للمساعدة والخدمة. شكراً سيدنا، وكل كلمة في عظتك لها معنى عميق بالنسبة لإلنا. نشكر الكهنة اللي مرات كمان بنزعجكم، أبونا ما عندنا قداس وبرضه بسخاء بتساعدونا. نشكر هلا في أبونا توما كمان، شكراً دائماً على مساعدتكم وعلى مشاركتكم احتفالنا. وبدي أقول للصبايا والشباب والشابات اللي موجودين، إذا سمعتم صوت الرب بنداء الرب لا تقصوا قلوبكم ولا تغلقوها، افتحوا قلوبكم للرب ولا تجعلوا مثل ما قال سيدنا مباهج العالم الزائلة تغريكم. إذا سمعتم نداء الرب قولوا لربنا نعم يا رب، كما أجابت شعاع الأخت تيريزا نعم يا رب. بشكر الأستاذ عمر معلم الموسيقى في المدرسة، طلبة المدرسة اللي هي جوقة المدرسة، وجميع الحضور المشاركين معنا. الرب يبارككم ويمتعكم بالصحة والسعادة الدائمة. شكرا للجميع وكل عام وانتم بخير، ونطلب من الرب يمنحنا دائما دعوات كهنوتية ورهبانية. شكرا. سير إلينا نسيت تشكر اللي زغرته واللي وضعوا جو بهيج في الاحتفال. شكرا لكم. لنصلي. تناولنا أسرار الخلاص، فيا أيها الآب الكريم نتضرع إليك بحق القديسة مريم البتول المنتقلة إلى السماء، كي نبلغ يوما مجد القيامة بالمسيح ربنا. نحن رؤوسنا لقبول البركة. نشر عليكم سابغ الرحمة الإله الرؤوف الذي أراد أن يخلص الجنس البشري على يد المولود من مريم العذراء القديسة. آمين. والعذراء التي ولدت لكم مبدع الحياة لتشملكم في كل زمان ومكان بحمايتها الوالدية. آمين. وأنتم يا من جئتم اليوم واحتفلتم في إيمان وخشوع بعيد انتقال مريم العذراء إلى السماء، عودوا إلى منازلكم وقد نلتم هبات الأفراح المقدسة والخيرات السماوية. آمين. بشفاعة قلب مريم الطاهر بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. آمين. اذهبوا بسلام المسيح.